هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. قاعده اكل برتزلز. كيف الاضاءه الحين؟ احس شوي احسن عن قبل صراحه لانه كان ظلام. anyways guys اليوم فيديو اليوم عباره عن مشترياتي من شي ان حق سفرتنا ايطاليا. هذه بتكون مشترياتي حق سفره ايطاليا من شي ان. خلونا نفتح البوكس ونشوف شو موجود في طلبيه شي ان. فتحت البوكس. سي شو موجود داخل البوكس. اوه ماي جاد جايز. قلت في فقره اكسسوارات مع طلبيه شي ان. اوه خلينا نشوف شو عندنا اكسسوارات اليوم مع طلبيه شي ان. اول شيء طالبه رموش طرفيه يسمونها. المهم رموش يستخدمونها حق طرف العين. حسيت انها كيوت يعني انه ليش لا ما كان عندي رموش. طلبت نظارات. تذكرت جايز اسحب كلامي. طلبت نظارات لان احس كيف اسافر اوروبا وما يكون عندي نظاره كشخه من شي ان. اوه ماي جاد سو كيوت جايز. كنت احتاج نظاره سوداء احس شي يعني كلاسيك عرفتوا. ف يا ابي اشوف النظارات الثانيه. اعتقد هاي نظاره ثانيه لك. شنو هذا؟ يعني لان الوضع يخوف. ارا ما حبيت وايد صراحة. يعني أنا بسافر إيطاليا ولا ما حبيت. بس خلوني لابسة ليش ما ألبسها؟ خلوني على الأقل أستفيد منها صح ولا لا؟ شنو عندنا نكس؟ أعتقد إني كنت طالبة نظارة بعد ولا خلاص؟ بس عندي نظارتين أوكي. طلبت هذه الأساور الذهبية. حسيت إنها وهاي بعد سويره ذهبيه كبيره. حسيت انه بيناسبون كم اللوك عندي الحين. يعني احس انا ما عندي اساور بشكل عام فطلبت هالنوع اللي بعد يتعدل على السايز لانه يكون راقي حق دينار ولا ما اعرف. المهم وطلبت هذا الحلق الكيوتي اللي شكله ورده وايد كيوت. طلبت هذا الحلق الذهبي بعد شكله. طبعا يسرا متسوقه بس من زارا. طبعا فرق بيني وبين يسرا اني انا مشي ان هي من زارا. هاي الدرس بنحط عليه. ماي جاد خيال طلع وايد خيال مع هالجولد وايد حلو. تبيني احس ردت مرة الجولد. ليش انا بعد احس ان الجولد رجع؟ جايز يمكن هذا اموت عليه جايز. دائما تسالوني لون الروج اللي احطه. دائما اخذه من شي جلام اسمه لبستيك اند لاينر. يعني صوب يكون فيه لبستيك وصوب الثاني البلاينر. بس اكتبوا ديب كراميل في السيرش بيطلع لكم. اموت عليه هاللون خيالي جايز. لازم يعني هذا لون روجي. anyways اعتقد خلصنا. اوكي هذا شو؟ خيب ايش كبره جايز. مخضح حلق وايد احسه كبير بس لونه ازرق لوني المفضل. سو كيوت. في الفلوجات الجايه بتشوفون لوكاتي في ايطاليا. يعني لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب عشان تشوفون فلوجات ايطاليا. لا تنسون جايز لا تنسون. جايز في نظارة بعد. جايز في نظارة بعد. شوف النظارة. احس النظارة هاي بتكون كيوت. كيف اطلب نظارة زرقاء؟ ليش؟ بأي حق اطلب نظارة لونها ازرق؟ اوكي. شو جايز؟ ما اعرف كيف احس باتجاه النظارة بس احس لا. احس اذا سويت لوك غريب يمكن يليق عليه بس بشكل عام مو جوي بس يعني في تغيير. طلبت شيء جديد صح ولا لا؟ شوفوا هذا النعال اللي طلبته سو كيوت. احسه راقي ويناسب وايد الدرسات. جود تشويس فاطمه. السايز احسها سايزي. احسها سايزي يعني. وبعد طلبت اعتقد طلبت نعال ثانيه. اخي ما عليه اوريدي عندنا نعال ثانيه. anyways guys الحين وقت ان نفتح الطلبيه ونلبس الملابس ونجربهم كلنا مع بعض نفس ما انتم متعودين. ف let's do it. اول شيء ابي اجربه الصراحه guys هذا الدرس كنت متحمسه اني اجربه بشكل فظيع لان حسيته يمكن يناسب ايطاليا واللون مشير. ف ان شاء الله يكون سايزي. يعني انا حرفيا ما عندي وقت اودي اي شيء خياط. احس هذا بيطلع خيال. شوف كيف القصه من تحت جايز. كثير بس الدرس تقول انه وايد حلو صراحه. انا وايد حبيته.
بيتشز احس شوي شوي مو بستايلي بس انه شيء جديد بس كيوت. وايد حبيت الزرقاي فلوي والقطعة خيالية. جينا رجعنا نتكلم عن قطع شي ان بس حاطين القطعة وايد خيالية وحبيت الدريس. It's so cute guys. Boys, next. Oh my god هذا الدريس بعد كنت متحمسة له وايد. ما اعرف اذا شفتيه هذا ولا لا كان ترند. Guys قبل لا البسه خليني اوريك كيف. خيالي تحت. هذا صار ترند على فكرة شفت كم المشهورة كانت لابسة هالدريس فصار فيني فاطمة. Italian vibes. بلبسها صح؟ البسها عشان اتاكد ان سايزي ولا لا. بلبسها وبرجع لكم جايز. باي. اوكي جايز. لبست الدريس الصراحة حلو بس شوي شوي واسع بس قلت ان اقدر ادبر يعني هنا بقدر اذوقه هناك وانا في السفرة فعادي بس وايد حبيت الدريس احسه فلوي كيوت وفايبس اكسبنسيف. هذا حلو حق عيد ميلادك بعد اسراء. وايد. لان عيد ميلاد اختي اسراء جايز تخيلون بيكون في ايطاليا. يا بنت المحظوظة اللي عيد ميلادها بيكون في ايطاليا. هذه اسراء وانتم بعد قرروا معاي اي درس البسه حق عيد ميلاد اسراء. متأكدة اني انا مو طالبة هذا اولا. شوفي. جايز ما اعرف شو هذا. في ما اتذكر اني طلبته. ليش دائما لما طلبية شيء انت توصل احس انا مو طالبة هالملابس. يمكن الصورة غير شكلها. هم يحطونه بالغلط عرفتي؟ ما اعرف جايز بس ما بجرب هذا. لاحظت ان هالقصة يا فرنس اللي هي يعني شوي يكون قصير بعدين هي يطول. خلوني اجربه وارجع لكم جايز. ليتس دو ات. جايز بصدم جايز بصدمكم كيف الدرس كيوت بس لحظة. هي جايز وايد حبيتها. حبيت اللون والقصة خيال. يخسر الجسم ويطلع الجسم بطريقة خيالية جايز. بس ما شفت اللون كيف يجنن. وايد حلو بس هني في مشكلة بس انا قلت يمكن في احد شال او ما اعرف صراحة. المهم انه طلع وايد كيوت احس مع كل ميك اب وكشخة جنن حبيته. والكواليتي بعد وايد حلو جايز. الكواليتي خيالي والحمد لله جايز الحمد لله ان درسات شي ان قاعد توصلني على سايزي هالمرة. نيكست عندنا اعتقد هذا الدرس بعد انا طالب طبعا يعني احس اني طالبة اكثر شيء درسات هالمرة لانه يعني احس انهم مبدعين في الدرسات. ف هذا الدرس البيج اللي ما اعرف كيف يكون شكله الصراحه بس على الموديل كان يجنن بس احس انه بيكون وسيع علي مبين بس بجربه وبرجع لكم جايز. ويت فور مي. الدرس خيالي وايد حبيت القصه. انا احب لما يكون هالستايل احس انه يكون وايد فخم واللي يعني احسه حلو بشكل عام. ف خليني اعطيكم الدرس كبره يا اخي ابغى اراويكم. او ماي جاد جايز يالي يجنن. الاكسسوارات الذهبيه اللي اخذتها لحظه مع هذا احطه هني جي مع هذا الحلق الذهبي ميك اب والشعر بوم. حبيت لبس القميص لانه رحت اخذ شيء ورجعت. المهم خلونا الحين نكمل الهول. اعتقد ان هذا الصراحه بنطلون ابيض نفس اللي اخذته حق سفره تايلاند بس في تايلاند البنطلون توسخ فطلبت واحد ثاني. هذا هو لاني طلبت اثنين اتذكر اني طلبت اثنين. اوكي لا هذا درس اسحب كلامي. عايز اسحب كلامي هذا طلع درس صراحة وايد حلو. انا اول مرة في حياتي اطلب درس ابيض فخلوني اجربه وارجع لكم. يعني كل عضو بشتري التاكسي. احس سؤال انا مسافرة انا مسافرة ولا بتزوج؟ انا شوفي درسات فينا على اللون الابيض يعني شنطة يسرا قاعد تخلوني اراويكم كل يسرا كيف كل شيء ابيض حرفيا ما ادري ايش فينا ايش فينا نحن ولد جايز يعني احس ان الاوتفيت هاد ما ادري ليش كلها طالبة درسات احس انا بندم هناك سو كيوت جايز شوفوا الدرس هذا كيف يجنن وسحري وايد حبيت الحركة اللي هني احس الحركة وايد جديدة وحلوة احس اللون الابيض يطلع اللون تان. يا بيس بيس بيس. anyways next 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 شو عندنا؟ اعتقد طلبت هذا القميص الوردي تذكرت انا
طلبت هذا التيشيرت البينك، حسيت انه وايد كيوت، وايد اللون كيوت، اسلام باربي. والله ما ادري شو هذا، بس اجين ابيض، بس اجين طالب شو ابيض، تخيلي اجين طالب ابيض عادي طبيعي. هذا بنطلون وايد حلو جايز، شوفوا هالبنطلون طلبته، مو نفس سفرة تايلند، هذا على فكرة غير، بس تقريبا نفس الستايل، بس وايد حبيته، حسيت انه شي فلوي. قاعدة تخيلني قاعدة واكل بيتزا وانا لابسة هالبنطلون، احس انه سو كيوت، بس لازم البسها، لازم البسها مع شي، خلوني اطلع قميص ولا شي من هذا القبيل عشان الناس. البسها مع القميص الوردي، let's do it guys، بغير وبرجع لكم. منهارة على اول شي تيشيرت كيف خيالي، والله العظيم من القطعة اول ما لبست هالقطعة باردة بشكل فظيع، يعني جايز لدرجة انه يسرى انهارت على اللوك، تتخيلين؟ شوفوا البنطلون الحمد لله. جايز ابغى اوريكم كيف انه هو فلو جنن في اللبس، وايد 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 حبيته، وايد مو اي ثينك، هذا اكيد اكيد بنطلون لانه واضح يعني بلا لف ودوران. نسيت جايز أنا ذكية، طلبت طقم حق السفرة، هالأطقم صراحة من شيئين وايد تكون مريحة، خلاص ما أحتاج أنسق، ما أحتاج أدور، تكون جاهز قدامي وألبسه وخلاص. فطلبت هذا الست اللي لونه نفس لون البستاشيو، بنطلون وسيع يجنن، وايد حبيت اللون، بس أحس إنه قاعد يشف، أوكي قاعد يشف جايز. ومعاه هذا التوب الأخضر، طب يجنن والبنطلون يجنن، بس بلبسها وبرجع لكم بشوف اذا يشف ولا لا وبرجع لكم. انهارت على هذا الست. يسرى شرايج، يسرى شرايج، اللون خيال خيال، طلعني تان صح، انهار عليه لان اللون في شيء حاطينه تحت ما يشف الحمد لله، يجنن اللون الستايل واللوك، وايد بسيط، تخيلوا مع شنطة ونظارة ويلا شوبينج او يلا مطعم او يلا، لان القطعة خفيفة 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 ومريحة بشكل، احس ان هالستايل بكرره في السفرة مرتين يعني او اكثر حتى، لانه وايد مريح، بلبسه وبطلع وخلاص. فوايد حبيت هذا، تقولوا لي ايش رايكم، لا تنسون تقيمون كل لبس طلبته، واجين لا تنسون اني حطيت لينك كل شيء تحت في الديسكربشن، ولا تنسون اول مرة اقول لكم صح؟ جايز اي شيء طلبته من شيئين حطيت اللينك تحت في الديسكربشن حق اللي بيسالون عن ارقام القطع، فلا تنسون. نيكست نيكست رصاصي، هذا كيوت جايز، تذكرت شو هذا، طلبت درس لونه رصاصي ساده ما عليه ولا شيء، وايد سمبل، حسيت مثلا هذا البس عليه مع شنطه ويلا، لانه يعني احس هذا بيكون لبس كاجوال، فوايد حبيت هذا الدرس وبلبسه وبرجع لكم بشوف كيف يطلع اللوك. وايد كيوت الدرس طلع، طبعا لونه رصاصي ضيق، اقدر البس فوقه اي شيء انا اباه، على راحتي اقدر انسقه، واجين القطعه مريحه وايد. اوكي وايد حبيت الدرس واحسه وايد عملي وبستفيد منه في السفره، ثامز اب جايز. انا واطلب شيء لونه، انا اموت على الازرق، بس ازرق ضيق ستريتشي، احب هالقطعه في شيئين جايز، اذا حصلتوا اي درس بهالقطعه لازم تطلبونه، لان احبين هالقطعه خياليه. احس اني ما بلبس هذا الدرس لانه احس شكله واضح، درس ضيق لونه ازرق، بس حبيت حركه الامبري جايز، لاحظتوا اني طالبه هذا ثاني درس اطلبه الامبري، يعني انه ازرق انه يكون فاتح من فوق وعقب اللون يتغير. Oh my god guys، وصلنا لآخر شيء موجود عندنا في البوكس، واللي هو ما أدري شو هذا الصراحة، شكله شيء كيوت شكله. هذا أنا أكثر درس كنت خايفة منه، لأن حسيت إنه ندمت إني طلبته الصراحة، شكله يخوف، أبدا مو ستايلي، شوفوا كيف وايد أحسه غريب، فما أعرف إذا بيطلع حلو ولا لا، بس خلونا نجربه، نرجع لكم. Guys ايش رايكم في اللوك؟ انا مت على الدرس مع الفول لوك، مع هذا طبعا سرقته من اختي هالمره، انا ما طلبت، بس البيج الحلو واللي يجنن، احس هالدرس صراحه يفوز لانه ستايل غير، وايد حبيت صراحه. ثانك يو شيئين على انكم اعطيتوني هالفرصه الامزح، هذا كان اخر درس وانا وايد فخوره فيه صراحه. وجايز انا وبس جايز، خلص فيديو
طلبيتي من شيئين لسفرة إيطاليا، وأتمنى أنكم استانستوا وعرفتوا ذوقي أكثر واستفدتوا وتطلبون نفس رساتي ونفس أشيائي. قولي أو صوروا لي إذا بتطلبون شيء، يعني أبي أشوف إذا تشترون شيء نفسي. المهم guys، وايد استانست وأنا أصور هالفيديو، بس كنت وايد مستعيلة لأني معانا فبنزل أكل الحين. واو guys، أنا ويسرى ذوقنا صاير نفس الشيء حرفياً. وأشوفكم في الفلوج اللي بعده، واللي هو بيكون فلوج المطار أو فلوج إيطاليا. فولو أكيد كل شيء بيجيب معي. فولو شير لايك سبسكرايب، وترقبوا فلوجات إيطاليا. ضيفوني على السوشيال ميديا لأن بصور كل شيء هناك، خاصة الأنستا وتيك توك، كل شيء بيكون موجود هناك أول بأول. أحبكم، باي باي.